بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بحضراتكم طبعا كابتن عصاص وكابتن حمدة سيدي كابتن مصر واخويا واخي الكبير بالنسبه لي. في البدايه طبعا الحمد لله على كل حاجه، وانا المبدا معايا السنه دي بخطوره الماتشات اللي موجوده وقوه الفرقه العشرين اللي موجودين، كل بونت ليه حساب. انا طبعا سعيت للمكسب وحاولت ان احنا ان شاء الله ناخد الثلاث نقط، وفي نفس الوقت في الاول وفي الاخر لو ما خدناش الثلاث نقط ما نخسرش. لكن انا عايز اقول طبعا يعني كابتن حماده قال جزء واقعي، يعني الاخطاء اللي وجدت من الديفنس بتاع نادي دجله اعتقد جت نتيجه ان احنا محضرين كويس، ان احنا نحاول ان احنا يبقى في ضغط في الوقت المناسب على بعض وتعيش على بعض الاخطاء اللي ممكن يعملها المدافعين دجلة. لو كابتن حمادة يتفق معايا يمكن ان الخطورة طول الماتش، يعني الخطورة الحقيقية طول الماتش هي لنادي الاتحاد. اعتقد فرصنا اكتر في الشوط الاولاني، في الشوط الثاني يمكن كابتن حمادة كان بيتكلم على الكرة العرضية من رؤوف اللي عدت بالعرض، هي دي تعتبر الفرصة اللي موجودة لدجلة. لكن احنا في فرص حقيقية سواء من كور ثابتة او كور متحركة، والحقيقية زي ما قلت كرة عرضية اتعملت من فاولات وكورنر، زائد الكرة اللي اتعملت من عمرو وردة رايح انفراد مواجه للجون. اعتقد لو انا افتكرت ان هي ده عدت من الشبكة، لكن اي كان في اي مكان في جون. وفي الشوط الثاني نفس الشيء، يعني بعض الكور الثابتة كانت ممكن نجيب منها جون اجوان، وفي بعض كرة عرضية سواء من حمدي او من ناحية اليمين من فاروق كان في خطورة ممكن اتعملت. مجمل المباراة الخطورة، يعني النتيجه لو حسبنا نسب الخطوره اعتقد لنادي الاتحاد اخطر طول المباراه سواء في الشوط الاولاني او في الشوط الثاني، زائد اني اعتقد يعني كان لينا ضربه جزاء تتحسب، يعني ضربه جزاء سهله، لا ما ضربه جزاء ما زي ما اتحسب. انا بقول الحكم، انا بتكلم عن الحكم. لا اله الا الله. على فكره انا عنصر والكابتن حماده، يعني الاتحاد عنصر، مدرب لاعبين حكام، هي دي عناصر المنظومه بتاعه الماتش. ما هقول لك ماليش ضربه جزاء ما ينفعش يعني. نعم تحملت ازاي يعني؟ قلت بنقلت ايه؟ هو دي تحمل؟ تنقلت ايه؟ اشمعنى انا التحامل؟ نعم احنا رحيم بيك مطلوب. هو بس الحمد لله احنا في المؤتمر الصحفي. لا عشان البنالتي كابتن حماده اقول بنالتي. الكلام على الحكام ممكن يكون خارج المؤتمر الصحفي في اي حديث صحفي خارج المؤتمر، لكن كلام على الحكام. انا بقول لك ليا ضربه جزاء خلاص. لازم المؤتمر يبقى في مرونه كده. طبعا. وبعدين يا كابتن حماده كابتن قصاص لو سمحت، انا بقول ليا ضربه جزاء، ما قلتش الحكم كذا كذا، كان في اخطاء كتير حصلت من الحكام، وفي اخطاء مني وفي اخطاء من كابتن حماده وفي اخطاء مننا، بس انا بقول ان في لينا حاجه معينه بس. ادي كل اللي حصل، ان احنا كان ضربه الجزاء دي سهل جدا تتحسب، سهل جدا، وخاصه ان احنا اتحسب عليها ضربات جزاء في ماتشات الماتش الاخير وفي هذا الملعب في ماتش المقاولين. الراجل كان وشه العباسيه راح حسب تيت بنالتي، كنا كسبين واحد، كان ثلاث نقط راحوا مننا بدل ثلاثه، بقى خدنا نقطه. فانا بقول وارد الاخطاء ولكن متكرره معانا في بعض الماتشات وتاثر علينا، خاصه نادي الاتحاد امكانياته الماديه زائد البشريه قليله. انا عايز اقول شوف الكابتن حماده النهارده بيقول هو ناقص فلان وفلان، طبعا ده حقه. انا بقى ما عنديش اساسا لعيبه اجانب، بسم الله الرحمن الرحيم ما عنديش لعيبه اجانب، يعني الفرقه الوحيده اللي ما عندهاش اجانب. الاجانب طبعا في ناس هربوهم وسابوا الدنيا عشان يرجعوا بعد كده ما اعرفش فين، مش دي القضيه. فانا بتكلم ان احنا عندنا غيابات. النهارده حمدي اول امبارح في التمرين الاخيره اللي تعتبر الاساسيه، محمد حمدي ما كانش هيلعب مليون في الميه، حتى لدرجه ان في شرايط وفي حاجات متعامله معموله على ركبته.
وعلي علي فرج اول مباراه ليه بعد اصابه طويله جدا خدت اثناء التوقف خدت حوالي 4-3 شهور تقريبا 50 يوم مع كمان شهر قبلها من اخر ماتش الداخليه. طبعا احنا ما عندناش فراوده فروت صريح. بنزيمة مطول بقاله حوالي داخل الرباط صليبي كان عخاف يعني بقاله 4 شهور في اصابه متكرره بطريقه معينه في الخلفيه. كل دي النهارده بعتمد على عمرو ورده وهو مش فرد صريح، لكن انا بستغل امكانيات معينه في تكتيك معين انا عايزه يحقق لي المطلوب من الطريقه اللي انا بلعب بيها. زائد انت معايا ولد صغير زي اكرم عنده 19 سنه فاعتقد ان هو بيتعلم وان شاء الله يزيد. فكل الغيابات دي اعتقد تتاثر بصوره كبيره، خاصه زي ما قلت كل فرقه في الدوري عندها ما بين من 4-5 فراوده اقل فرقه في الدوري. فدي طبعا انت بسم الله الرحمن الرحيم بتبدا بيشتغل دوري فريق زي نادي الاتحاد بتاريخه الكبير اعتقد ان هو عنده نقص كبير. بنحاول كل ماتش بنعديها. الفرقه الوحيده اللي ممكن في العالم اللي قعدت ب 14 ب 13 لعيب، يعني بنلعب 10 ب 11 وفي اثنين قاعدين بحارس المرمى يبقى 14. دي حصلت في ماتشات كتير. فانا مش بقول اعذار وبقول كذا لا وان انا بشتكي، لا الحمد لله انا ارتضيت بكده واللعيبه اللي موجوده معايا رجاله. الحاجه اللي تسعدني ان كل اللعيبه اللي جبناها اعارات من دجله ومن الاهلي ومن الزمالك كل اللعيبه دي اول مره تلعب في الدوري. يعني شيكا اول النهارده اول مباراه رسميه في الدوري الاسلام، يعني اول مباراه برضو يعني في الدوري لشيكا، دي تاني لقاء لي اشتراك بعد الماتش اللي فات. بازوكا اول مباراه في الدوري لينا مش مع نادي الزمالك، معانا احنا. فاحنا الموضوع نادي الاتحاد لازم ياخد جائزه نوبل للتفاني. نعم لا مش يعني. ومع ذلك انا بحيي اللعيبه جدا، لعبت جدا على الظروف دي، زائد ان هم الامكانيات الماديه اللي موجوده اصلا ليهم اقساط ولا بيشتكوا خالص، يعني كل واحد ليه 4 اقساط. فدي حاجه بيتحملوا النادي، نادي الاتحاد كبير. فانا دي من الحاجات اللي انا بسجلها بس، لكن انا النهارده راضي عن لعبتي جدا وسعيد بيهم جدا. وكنت اتمنى وكنت قريب جدا من الثلاث نقاط، ولكن قدر الله ما شاء فعل. لكن وفي الظروف بتاعه الدوري حاليا لو ما كسبتش ما تخسرش. يعني النهارده انت بتلعب نادي دجله محقق نتائج على اعلى مستوى طول الدور الاولاني والثاني، حتى لو في اخفاقات في بعض الماتشات، لكن فريق وادي دجله من الفرق الخطيره جدا. والدليل ان هو عنده دلوقتي حوالي 35-36 بونت، بيلعب باريحيه احسن مني. يعني هو بيلعب في ملعبه، بيلعب في ظروف ان هو عنده لعيبه، حتى لو نقص عنده لعيبه عنده بدايل. في نفس الوقت عنده قبل المباراه 35 بونت، انا عندي قبل المباراه 31. فانت بتلعب في تواضع، يعني في برضو هتلعب على الشعره، يعني ان انت عايز تكسب وعايز وما تخسرش. فانا يعني الحمد لله على المباراه، وفي نفس الوقت انا مجمل المباراه انا راضي عنها. لكن ان شاء الله عندنا مباراه مع الزمالك ان شاء الله نستعد ليها الفتره اللي جايه ان شاء الله. كابتن طب التغييرات في التغييرات اكرم في الناحيه الدفاعيه الهجوميه بحيث انك انت ممكن تخطف دول في اي لحظه؟ ما انا بقول لحضرتك مظبوط، انا اول من اول من اول ما بلعب طريقتي حسيت ريسك المغامره شويه كده. ما انا اساسا في شغلي بشتغل على مخاطره مش مغامره، مخاطرات. يعني في كل مكان رحت انا عندي ثقه في اللعيبه اللي بيتمرن معايا مهما كان سواء صغير او كبير، بياخد الفرص ولما بينزل ما عنديش مشكله ان هو خبراته قليله وخبرات، لكن انا شايفه قدامي في التمرين ان هو بينفذ، فبالتالي في اي وقت هيلعب. وفي ناس لسه هتلعب وهتاخد فرص في الفتره اللي جايه لما الفريق يبقى في مركز كويس ان شاء الله. ان لما زودت اكرم مع ورده كنت محتاج كمان خطوره معينه وسرعات معينه من عمرو ورده من ناحيه ناحيه الشمال. لا كنت بحاول اقفل الخلل اللي عندي. لا وفي نفس الوقت عندي المجموعه الهجوميه بتشتغل كويس، يعني كنا دودو وستالي لكن عندي انا كمدرب قاعد بره بتابع المباراه لازم اقرا ايه اللي عندي.
يعني ممكن اصلح قدام وعندي مشاكل كتيره ورا، فقلت اصلح اللي ورا لما دافع كويس اعرف اجيب جون. يعني طالما النتيجه 0-0 في وقت من الاوقات ممكن استغل فرصه، استغل هجمه مرتده ليا، استغل حاجه من مهاب او استلي، ده اللي كنت بلعب عليه. لو كابتن مهاب استلي كان اكثر فعاليه من نعم مهاب استلي كان اكثر فعاليه من دودي جباس. دودي ما اتسحبش ليه، كان يعني دودي اضطر ان هو يرجع ورا عشان يستلم الكره عشان الضغط. ما هي ما كانش فيه مساعده هجوميه كويسه، يعني كان دودو كان لوحده قدام، حتى لما بيستلم الكوره كان الناس كان بعيد عنه شويه. دودو كان ليه مهام دفاعيه في كور الثابته، يعني هم كور الثابته كانت خطر جدا عليا. فلغايه اخر وقت كان دودو موجود ليه دور دفاع معين، والمفروض ليه دور هجومي تاني. يمكن في لقطه ولا اتنين اشتغل كويس، اتحرك كويس مع ستالي ومع مهاب. ممكن نقول شكرا 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 طيبين. لا هو لا هو تابعنا مع بعض وقائع المؤتمر الصحفي للكابتن حمادة صدقي والكابتن حسام حسن بعد تعادل الفريقين النهارده 0-0 في المباراه اللي اقيمت على ملعب المقاولين العرب. وكنا بنتكلم مع كابتن وليد صلاح وكابتن علاء ميهوب قبل المؤتمر على الناحيه الفنيه في المباراه، والمباراه زي ما قلنا فقيره فنيا شويه. وكابتن حسام حسن يتكلم في المؤتمر عن عنده نقص كبير في اللاعبين، وهو الفريق الوحيد في مصر اللي بيلعب بدون اجانب من الاجانب الثلاثه كاتونجو واويري اللي هو بتاع اثيوبيا وبوغنيمي او بوغانمي التونسي ثلاثه مشوا. يعني بس احنا برضو انا شايف كده ان وادي دجله قلل يا كابتن وليد شويه، مش هو وادي دجله قبل التوقف. بص هو معانا لقاء، طيب معانا عمرو مدحت ورده لاعب نادي الاتحاد السكندري، وهو بصراحه ماشي كويس ثلاث اربع ماتشات ماشي كويس جدا مع نادي الاتحاد وبيسجل. نشوف اللقاء ونرجع نكمل تاني مع كابتن وليد وكابتن علاء. ليك مجددا كابتن كريم ولكل الساده المشاهدين، الحقيقه واحد من ابرز لاعبي اللقاء اليوم يعني ادى بشكل جيد جدا عمرو ورده، يعني اكيد نمسك الخشب بلغه الكوره، يعني كان ادائك اداء بسم الله ما شاء الله اكثر من رائع. طبعا الحمد لله على كل شيء، طبعا في الاول وفي الاخر على التعادل. سال بس ضعيف شويه تحت في النفق بتاع اوضه الملابس او الطرقه بتاعه اوضه الملابس في نادي المقاولين العرب. ارجع تاني للكابتن وليد عقبال ما يجهز تاني اللقاء مع عمرو مدحت ورده. اتفضل يا كابتن وليد. يعني الاثنين المديرين الفنيين اكدوا على اللي احنا قلناه، اكنهم يعني